أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به،
بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. هل أتاك أيها الرسول حديث ضيوف إبراهيم من الملائكة الذين أكرمهم عليه السلام حين دخلوا عليه فقالوا له سلاما؟ قال إبراهيم ردا عليهم سلام، وقال في نفسه هؤلاء قوم لا نعرفهم، فمال إلى أهله خفية، فجاء من عندهم بعجل كامل سمين ظنا منه أنهم بشر، فقرب العجل إليهم وخاطبهم برفق ألا تأكلون ما قدم لكم من طعام؟ فلما لم يأكلوا أضمر في نفسه الخوف منهم ففطنوا له، فقالوا مطمئنين إياه لا تخف إنا رسل من عند الله، وأخبروه بما يسره من أنه يولد له غلام له علم كثير، والمبشر به هو إسحاق عليه السلام. فلما سمعت امرأته البشارة أقبلت تصيح من الفرح، فلطمت وجهها وقالت متعجبة أتلد عجوز وهي في الأصل عقيم؟ قال لها الملائكة ما أخبرناك به قاله ربك وما قاله لا راد له، إنه هو الحكيم في خلقه وتقديره العليم بخلقه وما يصلح لهم. قال إبراهيم عليه السلام للملائكة ما شأنكم وما الذي تقصدونه؟ قال الملائكة جوابا له إنا بعثنا الله إلى قوم مجرمين يرتكبون قبائح الذنوب لنبعث عليهم حجارة من طين متصلب معلمة عند ربك يا إبراهيم، تبعث على المتجاوزين لحدود الله المبالغين في الكفر والمعاصي. فأخرجنا من كان في قرية قوم لوط من المؤمنين حتى لا يصيبهم ما يصيب المجرمين من العذاب، فما وجدنا في قريتهم هذه غير بيت واحد من المسلمين هم أهل بيت لوط عليه السلام. وتركنا في قرية قوم لوط من آثار العذاب ما يدل على وقوع العذاب عليهم ليعتبر به من يخاف العذاب الموجع الذي أصابهم فلا يعمل بعملهم لينجو منه. وفي موسى حين بعثناه إلى فرعون بالحجج الواضحة آيات لمن يخاف العذاب الموجع، فأعرض فرعون معتدا بقوته وجنده عن الحق، وقال عن موسى عليه السلام هو ساحر يسحر الناس أو مجنون يقول ما لا يعقله، فأخذناه هو وجنوده كلهم فطرحناهم في البحر فغرقوا وهلكوا، وفرعون آت بما يلام عليه من التكذيب والدعاء أنه إله. وفي عاد قوم هود آية لمن يخاف العذاب الموجع
حين بعثنا عليهم الريح التي لا تحمل مطرا ولا تلقح شجرة ولا بركة فيها، ما تترك من نفس أو مال أو غيرهما أتت عليه إلا دمرته وتركته كالبال المتفتت. وفي ثمود قوم صالح عليه السلام آية لمن يخاف العذاب الموجع، حين قيل لهم استمتعوا بحياتكم قبل انقضاء آجالكم، فتكبروا عن أمر ربهم وعلوا استكبارا على الإيمان والطاعة، فأخذتهم صاعقة العذاب وهم ينتظرون نزوله، إذ كانوا وعدوا بالعذاب قبل نزوله بثلاثة أيام، فما استطاعوا أن يدفعوا عنهم ما نزل بهم من العذاب، ولم تكن لهم قوة يتمتعون بها. وقد أهلكنا قوم نوح بالغرق من قبل هؤلاء المذكورين، إنهم كانوا قوما خارجين عن طاعة الله فاستحقوا عقابه. والسماء بنيناها وأتقنا بناءها بقوة، وإنا لموسعون لأطرافها. والأرض جعلناها ممهدة للساكنين عليها كالفراش لهم، فنعم الماهدون نحن إذ مهدناها لهم. ومن كل شيء خلقنا صنفين كالذكر والأنثى، والسماء والأرض والبر والبحر، لعلكم تتذكرون وحدانية الله الذي خلق من كل شيء صنفين وتتذكرون قدرته. ففروا من عقاب الله إلى ثوابه بطاعته وعدم معصيته، إني لكم أيها الناس نذير من عقابه بين النظارة. ولا تجعلوا مع الله معبودا آخر تعبدونه من دونه، إني لكم نذير منه بين النظارة. مثل ذلك التكذيب الذي كذب به أهل مكة كذبت الأمم السابقة، فما جاءهم من رسول من عند الله إلا قالوا عنه هو ساحر أو مجنون. أتواصى المتقدمون من الكفار والمتأخرون منهم على تكذيب الرسل؟ لا، بل جمعهم على هذا طغيانهم. فأعرض أيها الرسول عن هؤلاء المكذبين، فما أنت بملوم، فقد بلغتهم ما أرسلت به إليهم. ولا يمنعك إعراضك عنهم من وعظهم وتذكيرهم، فعظهم وذكرهم، فإن التذكير ينفع أهل الإيمان بالله. وما خلقت الجن والإنس إلا لعبادتي وحدي، ما خلقتهم ليجعلوا لي شريكا. ما أريد منهم رزقا ولا أريد منهم أن يطعموني. إن الله هو الرزاق لعباده، فالجميع محتاجون إلى رزقه، ذو القوة المتين الذي لا يغلبه شيء، وجميع الجن والإنس خاضعون لقوته سبحانه. فإن للذين ظلموا أنفسهم بتكذيبك أيها الرسول نصيبا من العذاب مثل نصيب أصحابهم السابقين، له أجل محدد، فلا يطلب مني تعجيله قبل أجله. فهلاك وخسار للذين كفروا بالله وكذبوا رسولهم من يوم القيامة الذي يوعدون فيه بإنزال العذاب عليهم.